السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير على خير وفي احسن الاحوال، والصحه ديالكم مزيان وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم. ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده. البنات اللي اول مره كيشوفوا الفيديو ديالي وكيشوفوا القناه ديالي، فما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا باي فيديو جديد حطيته على القناه ديالي. اليوم البنات غنشارك معكم وصفه اللي كتبيض الاسنان، كتحيد الجير اللي كيكون في الاسنان والاصفرار. وهاد الوصفه مجربه ومضمونه وكتعطي واحد النتيجه اللي رائعه. غدا نحتاج اول مكون اللي هو القهوه العاديه كما كتلاحظوا معايا. القهوه البنات رائعه في تبييض الاسنان من اول استعمال. هاد الوصفه هذه المكونات ديالها طبيعيه وفي متناول الجميع. وغدا نحتاج المكون الثاني اللي هو عشبه نجمه الارض او الباديان. كما هاد العشبة البنات ديال الباديان أو نجمة الأرض رائعة في تبييض الأسنان. هنا خديت طحال كهربائي، ضفت الباديان وضفت القهوة تقريبا معلقة كبيرة، معلقة كبيرة من هاد المكونات هادو. غدا نطحن هاد المكونات مزيان وغدا نرجع لعندكم من بعد. هنا البنات من بعد ما طحنت هاد المكونات مزيان كما كتلاحظوا معايا، كناخد غربال او صفاي بحال هكا وغدا نصفيهم مزيان او نغربلهم مزيان كما كتلاحظوا معايا بهذه الطريقه هذه. غدا نحتاج تقريبا معلقه صغيره من هاد الاعشاب المطحونه، وغدا نحتفظ بهاد الاعشاب المطحونه فين ما نبغي نحضر هاد الوصفه هذه. غدا نستعمل هاد الاعشاب هادو اللي طحنت. غدا نضيف عصير نصف حامضة او عصير نصف ليمونة كما كتلاحظوا معايا. الحامض او الليمونة البنات راه رائع في تبييض الاسنان. كنخلط مزيان هاد المكونات هادو مع بعضياتهم. من بعد غدا نضيف معجون الاسنان، يمكن لكم تستعملوا اي معجون اسنان متوفر عندكم في الدار. غدا نستعمل تقريبا معلقة ديال معجون الاسنان وكنخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم. وانا كنخلط هاد الوصفه هذه. غادي نقول لكم طريقه الاستعمال ديال هاد الوصفه هذه. طريقه ديال الاستعمال ديال هاد الوصفه هذه، هاد الوصفه كتفركوا بها الاسنان ديالكم ثلاثه المرات في الاسبوع. يعني كتاخذوا من هاد الخليط هذا، كتاخذوا اول حاجه الفرشاه ديال الاسنان ديالكم وكتبداو تاخذوا من هذا الخليط هذا، وكتبقاو كتفركوا الاسنان ديالكم، يعني كتحكوا مزيان الاسنان ديالكم المده ديال 5 دقائق. هذه الوصفه كما قلت لكم كتستعمل ثلاثه المرات في الاسبوع، كتبيض الاسنان، كتحيد الجير، كتحيد الاصفرار ديال الاسنان، كتحيد الرائحه الكريهه من الفم. هذه الوصفه البنات راه رائعه في تبييض الاسنان، فكنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه هذه وتستفدوا منها. ونخليكم على خير ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بسلامة عليكم.